السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الآن كيف استعادة تصوير في جهاز دهوة 4K أو MVR أو DVR في كلتا الحالتين؟ هتيجي على اليمين، أنا بتكلم على الجهاز العربي. أنا بتدي بكليك يمين تطلع لك القائمة هذه، تسوي علامة بحث. طبعا في بداية إذا جيت تشغله حيطلب منك النمط. أنا عادة أحطه الحرف ال بالإنجليزية، ولكن الآن دخل على المباشر على طول على التسجيل. الآن اليوم هذا هو، أختار اليوم اللي أنا حابب إني أستعيد فيها التسجيل، أي تسجيل في هذا اليوم أنا حابب أستعيد عليه. أضغط عليه مرتين يسار بإصبعك إلى اتجاه اليسار، كليك مرتين بإصبعك في اتجاه اليسار، بعدين أجي على شريط التسجيل الأخضر وأختار الساعة اللي أنا حابب إنه أنا أستعيد فيها، الساعة 9 صباحا. أضغط مرة واحدة إلى اليسار، إصبعي إلى اليسار، الساعة 12 الظهر مثلا هكذا، وأختار الكاميرا اللي أنا حابب إنه أنا أكبر الشاشة عليها وأضغط عليها مرتين بإصبعي باتجاه اليسار وهكذا. حابب إنه أنا أسوي زوم على السيارة أو اللوحة أو الحدث بمكرة الماوس، المكرة حق الماوس العجلة، أروح ضاغط عليها بالشكل هذا ونطلع لوحة السيارة أو صورة الشخص هكذا بهذه الطريقة. هذه الكاميرات من نوعيات 4K. الآن التسجيل بكاميرات 4K زي ما أنتم شايفين، يبتدي العد التنازلي، ما هو الساعة 12 الظهر ما يبتدي الآن الساعة 1 و2، لأنه في نظام 24 ساعة يبتدي 13، يعني الساعة 1 ظهرا وهكذا 14، الساعة 2 ظهرا 15، الساعة 3 عصرا وهكذا حتى 24 ساعة اللي هو الساعة 12 ليلا. تبتدئ الآن الكاميرات بالتسجيل تدريجيا أوتوماتيك، تمسح اليوم الذي قبله. الكثير من الإخوان الزبائن يقول لي كيف الجهاز، هل يمسح الأيام كاملة؟ أنا بقول لا، الجهاز ما يمسح. الآن عندنا الجهاز هذا زي ما شايفين، الآن هو مسجل من تاريخ 12 زي ما أنتم شايفين، الآن مسجل من تاريخ 12 وحينتهي في تاريخ 23 اللي هو اليوم، تاريخ اليوم 23 وتاريخ آخر يوم هو 12. الآن عشان يسجل يوم 24 بكرة حيمسح يوم 12، عشان يسجل 25 بعد بكرة حيمسح يوم 13 هكذا، يعني يمسح اليوم هذا ويسجل اليوم هذا. أتمنى إن الفكرة وصلت، وأتمنى إنه يكون عارف الشخص اللي حابب إنه يستعيد التسجيل. طيب بالنسبة للتسجيلات، الآن أنا محتاج لمقطع، حصل عندي مشكلة ومحتاج المقطع هذا عشان أظهره للحكومة، للشرطة، لي شخصيا أي طلب لهذا الشيء. حنبتدي بالضغط كليك يمين على القائمة الرئيسية، حندخل على القائمة الرئيسية، بعدين نجي على نسخ احتياطي. النسخ الاحتياطي هو أخذ نسخة من الهارد ديسك في داخل الجهاز، أضغط على نسخة احتياطي. مجرد ما أنك تحط USB خلف الجهاز في مدخل خاص لليو اس بي 2 جيجا 8 جيجا، كل ما كبر اليو اس بي الخارجي كل ما كان افضل عشان تاخذ مقطع اطول. فاذا حطيت اليو اس بي حيطلع اسم اليو اس بي هنا، ولا بد ما يكون اليو اس بي جديد، ما في اي شيء، لا تسجيل لا اغاني صور اي شيء، ما في، ضروري يكون صفر. اذا لم يكن صفر فان الجهاز حيقوم عمليه تهيئه لهذا الميموري، عندك بيانات في الميموري في اليو اس بي هذا ممكن انها تضيع عليك. مجرد ما تحط اليو اس بي في الجهاز، في خلف الجهاز مدخل اليو اس بي، حيطلع اسم اليو اس بي هنا. حتبتدي انت تسجيل من اي كاميرا حابب انك تسجل، اذا حابب تسجل من الكاميرا الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او اي عدد الكاميرات، ضروري تحط الكل هنا. اذا حطيت كل الكاميرات حيسجل لك كل الكاميرات الاولى الثانيه وهكذا. اذا حطيت الكاميرا الاولى وسجلت لابد ما تسوي بحث. طبعا انا ماني حاطط يو اس بي هنا الان، فما راح يطلع عندي اي شيء، لانه حيقول لي يمكن العثور على التسجيلات المطابقه لانه ما حطيت. طيب عشان انا احط التسجيلات المتطابقه كيف اسوي؟ اول شيء لابد من النظر في الحدث، كم وقت الحدث، دقيقه، نص دقيقه، 20 ثانيه، 30 ثانيه،
أجي أحط بداية الوقت الذي ابتدأ فيها الحدث هنا، هل سنة؟ سنة؟ شهر؟ يوم؟ ساعة؟ دقيقة؟ ثانية؟ بداية الحدث، الحدث كما أخذ 3 دقائق أجي أحط نفس المعلومات هنا، ولكن هنا أروح مغير الوقت من مثلا ساعة دقيقة. طبعا أنت هتغير في الدقائق هنا، الحدث لا يمكن أنك تأخذ أكثر من دقيقتين إلى الدقائق على حسب الـ USB، ما يزيد سعة الـ USB عن 32 جيجا بايت، أكثر من 32 جيجا بايت لا تستطيع أن تحمل أي شيء من هنا لأنه ما يستحمل الجهاز. وهكذا التسجيلات هتظهر عليك في هذا المكان، تسجيلات في هذا المكان، حدد التسجيلات اللي أنت تبغاها في اليوم والوقت والدقيقة وسوي نسخ احتياطي هكذا. ثم إنه بعد ما يسوي نسخ احتياطي يطلع لك شريط تعبئة بهذا المكان، وهكذا يتم الانتقال إلى الـ USB. طيب في حاجة مهمة هنا جدا للإخوان اللي هم مبتدئين، هذا النظام تنسيق الملف، تنسيق الملف لابد ما يكون على الـ MP4، لابد ما يكون على تنسيق الملف في الـ MP4، والـ MP4 معناته التشغيل على الجوال، الكمبيوتر، أي جهاز آخر، ولكن التشغيل على الـ DAV فهذا صعب جدا لأنه مشغلاته مش متواجدة في الإنترنت بشكل كبير. فالأفضل نحطه على MP4 ثم نعمل عملية البحث، وبعد ما نبحث يطلع لنا التسجيل هنا. فبعد ما يطلع التسجيل هنا تسوي عملية النسخ. هذه مهمة جدا النقطة، النقطة هذه مهمة جدا، لأنك ممكن إنه أنت تنسخ ملفات عادية هنا سواء كان عند جيرانك أو عندك أو عند أي أحد ثاني، بهذه الصيغة ما راح يشتغل على الكمبيوتر أو على الجوال نهائيا، وإنما حيشتغل على نفس الجهاز إذا حطته في جهاز آخر يكون جهاز تسجيل كاميرات. فالأفضل تحطه على MP4 أو AV في هذا أجهزة الدهوة، حيعطيك صيغة MP4 والDVA اللي هو DAV، ولكن جهاز الهيكفيجين ممكن يعطيك MP4 ممكن يعطيك AV، هذه أفضل صيغة. هذا والله أعلم، أقول شهيد والحمد لله رب العالمين.